سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نفصلوا هاد قطان جوهره. غادي نبداو الفصاله من هنا من الوسط، غنشدو الطول ديالنا شحال ما كان عندنا في الطول، وغنبداو من هنايا. جوهره ما كيكونش فيها المنكب، هذه فيها 118 في المنكب. هذه اللي كتاخذ بالتفصيله ماشي بالمتر. كاينه اللي كتكون بالمتر، كيكون فيها متر ونصف في المنكب. هذيك بامكان تفصل اللور والقدام، تفصليهم في دقه واحده كما كنديروا التواب اللي كيكون فيهم متر ونص. غنحطوا السنتيم هنا، نشدو الطول ديالنا شحال. انا عندي متر و37 في الطول، ونخلي 8 سنتيم ديال العطفه من التحت ديال لوغلي. انا هنا راني علمت الطول ديالي، ها هو. دابا نجيب المثلث، ندير خط هنايا، هذا هو الخط ديالنا. فيها نحطوا العبار ديال الكتاف، غنديرو هادي كتسمى الداخل في الخارج. هاد الفصالة هادي عندي في الكتاف 20، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. هاد الحاشية هادي اللي هنايا سنتيم ديال الحاشية ما كنحسبوش. نضبط 3 سنتيم هنا الكتاف، ندير 20 هنا، 21 هنا، نهبط داكشي اللي عندي في الكتاف غنهبط به هنا، وهنا 21. غنجيب المثلث، ندير خط مستقيم. عندي 25 في الصدر، نزيد 2 سنتيم ديال الخياطة، نربط 14 هنايا و 14 هنا. البطن عندي فيه 24، والحوض عندي فيه 28، ونزيد الخياطة ضروري 2 سنتيم. نقاد البيستولي مزيان، حيت هاد الجوهرة كتسحت. هنا راه شادها بالبانكات من هنا من الحاشية، ضروري تشد بالبانكات، كتبقى تسحت وحدة على وحدة. غندير 8 سنتيم ديال الدورة د العنق، ونهبط 3 سنتيم اللي درت هنا ديال الكتاف. غنصل هاد النقطة هادي مع النقطة ديال الرقبة كما شفتو معايا هنايا فين علمت 8 سنتيم، وندور 2 سنتيم الدورة د الرقبة ديال الظهر. شد هادو بالبانكات باش ما يتخسروليش، حيت مازال غنحطهم فوق الظهر باش نفصل عليهم الظهر. غنشد هنايا في الكتاف، وشد هنا في الدوره ديال الرقبه هكايا باش ما يتخسرليش.
صافي دابا نكمل البصاله. غنحط هنا لتحت الايفازي، غندير لها 40 في الايفازي من التحت بركه 40، راه كتجي مزيانه. غادي نسال هاد النقطه فين علمت 40 ونصيلها هنايا فين حبست بالمقص. غادي نكحز هذا ديال الظهر، هذا اللي غنفصل عليه الظهر، نجيب هذا الامام نحيدو وندور هذا ديال الظهر باش نفصل عليه باش يجيني على يدي. فهاد الجهه المسدوده هي اللي رجعت من جهتي كما شفتوا، ها هي غنحط عليها الضوفات ديال الامام ونفصل عليهم. غنشد هنايا باش ما يتخسرش هذا، يبقى شاد. نقد بعدا الثوب، هنا قديت هاد الضوفات على الظهر كما شفتوا، هادي هي الحاشيه. هادشي راه كنخرجها ما كنحسبهاش في الظهر، هذه لحقاش غادي تحيد بالسورجي ولا غادي تحيد بلوغلي اللي غنديرو هنايا، غيكون براندا. غادي نديرو له لوغلي، نحيدو منو جوج سنتيم، سنتيم ديال الحاشيه وندخلو سنتيم في الثوب. كملت التقطع دابا تا لتحت، نجيبو المثلات نقاد بيه. هنا التوب راه ما مقادش، غادي نقادو. ندير خط هكا مستقيم ونطلع من هنايا 3 سنتيم من جهه الجهه ديال الجن باش ما تجينيش الجناب طايحين، ونصير بخط من هنا من المنتصف. نحيدو هاد الخيوط، هدا هنا غنحيد دابا الظهر. هنا غنهبط في الأمام 11، دور هكا يا الدوره ديال العنق.
كما شفتوا هذا الظهر، هذا الامام، لا هذا كنحيدوا الظهر في خطره، نمشيو نضربوه بالمقص ولا شي حاجه. غادي نهبط هنايا بجوج ديال السنتي في الامام، وهنايا غادي ندخل جوج سنتيم، كنجي للمنتصف وندخل جوج سنتيم، كنجي لهنا للزيرو كاع ما كناكلش من الكتاف، كما شفتوا معايا نحيت هذا جوج سنتيم اللي حيدت من هنا ديال الامام، هادو ضروري تحيدو باش كيجي لكم زوين، كيجي الدوره التركيز مزيانه وما كيجيش فيها هنا داك التكشكيشه في هنا في التركيز. هذه جوج سنتيم اللي حيدت ديال الظهر. دابا غنعبر شحال عندي في التركيز، غنعبر على ديال القدام ماشي ديال الظهر، ناخذ القياس على ديال القدام، عندي 26، غنجيب هاد الطرف اللي بقالي، وغادي نطوي هكايا، نقد من هنايا بالمثلث باش يجيني خط مستقيم، ضبط من هنا ب 13، نشوف شحال عندي هنايا، هي هاديك، غنجيب مثلث، ندير خط، نربط هاد الخط مع هاد الخط. عندي في الكمام 54، ونزيد 3 سنتيم ديال لوغلي، مونش غندير لها 14، ربط هذا الخط مع هذا الخط، الدراع عندي 19، نحط الدراع هنا، نهبط من هنا من هذه البلاصه ديال التركيز شي 6 ديال السنتيم، ونحط العبار ديال الدراع ديالي، نزيد سنتيم ديال الخياطه، نجيب البيستولي باش نحيد بها هاد السنتيم اللي دخلت هنايا، بقى لي 1 سنتيم هنا بين الخط اللي درت في الاول وبين العبار، غنحيدو، غنجي هذا نقسمو على جوج هاد العبار اللي عندي هنايا، ونقسم هذا على جوج وهذا على جوج، نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم، هادو هما الكميمات ديالنا، غنزيد ندخل فيهم سنتيم في الامام، غنعلمهم بعدا،
دير فيهم هكا باش مين نجي نركبهم نعقل عليهم. نجي من هنايا باش ما ندخلش التالي هنا غير من هذه البلاصه هذه. نحيد سنتيم نخرج زيرو هنايا ما ناقصش منكم. صافي هادو هما الكمام ديالنا كيجيو هكايا. هذا ديال الظهر كيجي مفاوت على ديال الامام.